والرهبان كتقلقل بعض الحروف اللي ما خصهمش يتقلقلوا. والرهبان لا والرهبان ما تقلقلش ياك. وعندك الاخفاء ولا ينفقون ولا بحال اللي كتمد ديك الياء يعني ولا كتقرأ كتحقق الياء المضمومة وكتنتقل مباشرة للإخفاء النون. إلا طولتي في ديك الإخفاء كيولي عندك بحال مد ماشي ويو ولا يو ولا ينفقونها. كنزتم قلقلتي حرف ضعيف. المهم ربك الحروف التي تتعلم لي ما فيهاش القلقلة وما شاء الله عليك تبارك الله عليك قراءة ممتازة. هو شارك معنا في مسابقة مجلس علمي عنده قراءة ممتازة لكن هو دابا بدل قراءة بالتحقيق لو قرا بالتدوير ولا الاخر لا خلي دابا المشاركين يكون افضل. علاش بدلتي القراءة؟ ما عندوش نفس. هو عنده قراءة ممتازة هو بالنسبة ل يعني الضغط. مرة أخرى إن شاء الله إلا دزتي في هذه المسابقة حاول تقرا القراءة اللي كترتاح ليها فهمت وكي كتقلد وما وصلتيش لهذيك اللي باغي توصل له خير إن شاء الله. شكرا اللجنة تبارك الله عليكم إكرام بن عيش جزاك الله خيرا مصعب وشكرا.